مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده ورحله جديده من رحلتنا السعيده. يلا بينا على طول نستقبل ضيوفنا ونتعرف عليهم اكتر ونعرف مين الاسرتين اللي معانا النهارده. نبتدي بالاستاذ يونس اللي موقفينه على حاجه عشان يطول. تضحك، عرفنا على نفسك يونس، اللي عندك كام سنه، تحب تعمل ايه كده يعني؟ أنا عندي 6 في كي جي 2. كل يوم يا ليلي ما تضحكيش يا ليلي، استني ماشي يلا. قول كل يوم بتعمل ايه؟ أنا وليلي بنلعب بالليجو المكعبات اللي هي صغيرة. بنلعب خلاويص ونفطر كل حاجة. كل حاجة؟ ده حاجات حلوة أوي، ده قال لي اليوم كله، يعني حاجة جميلة جدا. ليلي انتي اخته الكبير. ايوه. عندك كم سنه؟ 7 سنين. في جريد 1. بحب العب مع اخويا كل حاجه يعني. لا. نلعب لودو، نلعب سلمو التعبان، نلعب ليجو برضه. ده ايه الالعاب الحلوه اللي انتوا بتلعبوها دي؟ طبعا نلعب النهارده لعب حلوه قوي قوي قوي. ماما اسمي ليلى سمير، لسانس حقوق بس ربه منزل. ماشي، بس عارفه حقوقك. عارفه جدا. ايوه، دي الحاجه الوحيده اللي عارفها. دي الحاجه الوحيده اللي عارفاها. بابا اسمه حسام، شغال فرانشايز كونسلتنت. يعني معايا رب هذه الاسره الجميله. هذه الاسره معانا نوح الصغير، بس ربنا يخليه لكم يا رب. هنا بقى الاسره الثانيه، انتوا اسره منين؟ احنا اصلا من الزقازيق بس قاعدين في القاهره بقى لنا. اجدع ناس. يا سلام يا سلام، من الزقازيق. حلو قوي. معانا مالك. مالك يا مالك؟ مفيش حاجة. ايوه كده، علي صوتك وقولي عندك كام سنة؟ 5 سنين. مالك، نهار ابيض، دخلت المدرسة ولا لسه؟ دخلت؟ ماشي اوكي. طب والأستاذة أختك بقى اسمها ايه؟ لورا. لورا عاملة ايه؟ الحمد لله. انتي أخته ولا كوزن بتاعته؟ كوزن. بنت عمه. بنت عمه، صح كده؟ عندك كام سنة؟ 7. 7؟ اوكي. وانتوا بتلعبوا مع بعض بقى وانتوا صغيرين؟ مش قوي يعني. مش قوي يعني؟ ماما اسمي منى، دكتورة تحاليل. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. انا بسألك على كام حاجة كده. اتفضل. اوكي اتفضل. انا احمد، دكتور صيدلي شركة ادوية. ما شاء الله دكاترة الاثنين، ما هو الدكتور بياخد دكتور وكده. ماشي، انتوا منين؟ بنها. بنها اجدع ناس والله. يجي نجهز على طول ونبتدي؟ يلا. قبل ما اسألكوا الأسئلة اللي عندي، أحب أتعرف عليكوا أكتر وأتأكد إن أنتوا قاعدين مع بعض وعارفين بعض، أسرة سعيدة جميلة واخدة بالها من بعضيها. بتبصوا كده ليه لبعض؟ ليه مقلقيني؟ ليه كده؟ طب إن شاء الله خير. طيب قبل ما نبدأ بقى نتعرف كده على طول، نشوف بابا. قولي إيه أكتر أغنية يونس بيحب يسمعها؟ بيحب أغنية محمد منير. يونس طبعًا، في بلاد طبعًا، عشان معمولة له. بابا قولي ايه اكتر اغنيه مالك بيحب يسمعها؟ بحب اميره ويجز. بجد؟ يا ولد ماشي. ماما قولي لي ايه اكتر حاجه بتضايق ليلي من صحابها؟ ما بتحبش حد ياخد حاجه من حاجتها خالص. المقلمه بقى وال هي. طب بس شيرنج سكين. لا هي شيء. شيرنج سكين. انا شير بمزاجي. ايوه بمزاجي، ما تاخدش من غير ما تستاذن. ايوه. هي ما بتحبش الموضوع ده. مامتها في كليه حقوق كانت. ايوه شاطره. تعرف حقوق. ماما قولي لي يا ماما مالك ايه اكتر حاجه بيحبها في لورا بنت عمه؟ بيحب يلعب معاها. لورا، ولورا تقولي ما بلعبش قوي. لا بيحب يلعب. يا لورا بتلعبي ولا ما بتلعبيش؟ ده هم عاملين زي بنلعب جدا. بنلعب جدا، الولد متحمس. حرام عليكي. ماشي ليلي، قولي لي يا ليلي مين اكتر حد ماما بتكلمه في التليفون؟ صحابها. صحابها مين؟ قولي لي. بنات. ما اكيد. بنات. خالته ندى، ويعني اصحابها ندى؟ مش عارفه اسمهم. ندى. ماشي اوكي. خلاص ماما بتقولها خلاص يا حبيبتي ما بتضحكهمش. بابا قول لي بقى انت العم والد لورا ايه اكتر لون بتحبه؟ بتحب اللون الاصفر. وبتحب اللون بينك. عمال تقول لك بينك 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 بينك. عشان هو مش عارف. ما هم لابسه. عشان هو مش عارف. هو ما بيقعدش معاك ولا ايه؟ هي لابسه اصفر وبينك. لا بيقعدش معانا، بيكون في الشغل. طب كفايه تعارف هنا لحد كده. هنا بابا بيقعد معاكوا؟ طبعا. طبعا طبعا. طيب كفايه تعارف لحد كده، بما ان عرفنا ان بابا هنا مش بيقعد كتير، فنخش على اللي بعده ونبتدي نسال اسئلتنا. وعايزه اقول لكم احنا عندنا 3 مراحل اسئله. أنا مين؟ كل الأسرة بتشارك فيها. وأنا إيه؟ المرحلتين التانيين صح وغلط واختيارات. ما عرفتوش تجاوبوا، عندكم وسيلتين مساعدة، يا ماما وبابا هيجاوبوا
يا هنغني. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا نبتدي على طول الأسئلة بتاعتنا ونقول السؤال لأسرة يونس. ملكة جميلة كانت زوجة الملك أخناتون وتعد من أقوى النساء في مصر القديمة. برافو. أنت قلت إيه؟ أنا ما قلتش. هو خايف. كليوباترا. أنت قلت كليوباترا وقعت نفرتيتي، بس أنا هاخد إيه؟ نفرتيتي بما إنك تراجعت. ماشي. أوكي. أحد أعظم ملوك الفراعنة وتتعامد الشمس على وجه تمثاله بأبو سمبل مرتين في السنة. الملك؟ حتشبسوت؟ لا، حتشبسوت إيه؟ أحمص. ولا أحمص. أقول أنا؟ ها، خمسة. عندك حاجة تانية؟ أربعة. هتخسر يا ماما. هتخسر يا ماما. ثلاثة. اثنين. طب ما تجرب أنت. واحد. قول. ملك خوفو؟ لا برضه. إيه ده؟ رمسيس. ايه ده؟ برافو. مين اللي قال رمسيس؟ انا يا جماعه. ايه ده شاطره؟ ايه ده؟ انا يا جماعه اللي مهتمه هنا بالتاريخ. برافو. ماشي، نركز يا بابا وماما عشان ما اعتقدش ان هم يعرفوا ده. كاتب واذاعي شهير لقب برائد ادب الاطفال في الوطن العربي، كان عنده برنامج اذاعي زمان للاطفال. بابا؟ بابا اسمه بابا. بابا خمسه. أربعة. بابا إيه؟ اسمه بابا. تلاتة. الاسم التاني كده غريب شوية. أيوة التاني. اتنين. واحد. بابا شارو. أيوة شارو. أيوة شارو. أنا عارفة. بابا عبدو. بابا عبدو اللي عدو. بابا شارو، حرام عليكم. نركز هنا، سهلة جدا. أشهر مقدمة برامج أطفال في الإذاعة المصرية قديما. ده مين؟ ها؟ أبل. أبلة. 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 مش أبلة فهيتة. أبلة واحدة اللي أعرفها أبلة فهيتة. يا نهار أبيض يا بابا. قلبي وجعني. قلبي وجعني. أنا عارفة اسمها. أبلة. أبلة فضيلة. أبلة فضيلة. برافو. والنبي بوسك. لا، أبلة فضيلة الحلوة. ماشي، نكمل بقى. محافظة بتقع في الركن الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية وتتميز بسحر وجمال شواطئها. دهب؟ لا. سيوة؟ يا بنتي الشمال الغربي للجمهورية. ايه الشمال الغربي ده؟ فين؟ ايه الشمال الغربي ده؟ فين ده؟ جغرافيا ايه؟ فين ده فعلا؟ فين؟ خمسة. الشمال الغربي. قال لك فين؟ أربعة. سينا. الأقصر وأسوان. ثلاثة. شواطئها؟ اتنين. مرسى مطروح. مرسى مطروح؟ نركز. محافظة بها جبل سانت كاترين. سينا. جنوب سينا. جنوب سينا. برافو يا دكتور. ماشي. طيب. نبتدي المهمة الأولى. يلا الحلوين يونس ومالك. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. يلا جاهزين؟ جاهزين. هنشوف مين اللي هيجيب الكرة الزرقاء. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. الله، أنا قلت ما توقفش. يا نهار أبيض على الحماس. يا نهار أبيض على الحماس يا يونس. يونس ملوكي، ايه الحماس اللي انتوا فيه ده؟ حلاوه. يونس قرب كده ودور. عند الايوه. انزل تحت. انزل تحت. يلا يونس. يلا مين اللي هيجيب الكره الاول بقى؟ يونس. يونس ولا مالك؟ يا ربي لوكا. هاتي عديها. اصعد عديها. اصعد. يلا يا يونس دور على الكره. احنا بنلم برامج. كمل يا كوكا. كمل. شكرا. يلا يا يونس. كمل يا مالك. يلا يا مالك. والنبي حلوه وجميله وبتلم اول باول. يلا يا يونس. شطوره والله. يلا يا يونس. كمل يا ست البنات. ايه وصلت لحد الاخر؟ ايه ما حدش جاب الكوره؟ دوروا بقى. دوروا كويس. اعمل ايه؟ مفيش كوره. هتغش فين؟ ما انا لو اعرف هي فين. يا يونس. مش عارفه. انا معرفش. يبقى هنا ايه؟ لوكا. والله بدور معاك. لوكا. يا لوكا. فين الكرة الزرقاء؟ شاطر يا يونس. يلا كمل. يا ربي فين فعلا؟ كمل. البس. يلا فين؟ يا يونس دور في كله. دور في كله. دور في كله. يلا يا يونس دور. دوروا عندكم. فين يا ولاد؟ كمل كده يا يونس. شاطر يا كوكا. بتحاول ايه بس؟ يلا يا يونس. ده حاول من تحت خالص. اه يا قلبي. طب احنا ايه بقى؟ احنا كده هنضيع الوقت كله ورحلتنا هنا. هعدلكوا
لازم تدوروا يلا. خمسة. يلا يا يونس بسرعة. لا عشرة بقى عشرة. يلا كمل. تسعة. معقولة مش هنجيب الكرة؟ تمانية. يلا يا كوكا بص. سبعة. يلا يا يونس. شاطر كمل يا مالك. ستة. يلا يا يونس دور على الكورة. خمسة. يلا يا يونس. في كل حتة أربعة. تلاتة. والله في كورتين أصلا. اتنين. كمل. أيوه في جوه كورتين. زيرو. يلا اطلعوا انتوا الاثنين مفيش حاجة خالص. في كورتين زرق مش عارفين تجيبوا واحدة منهم. تعالوا نبتدي المرحلة اللي بعدها. محدش جاب كورة خالص. صعبة قوي. صعبة قوي. ايه في كورتين جوه؟ محدش جاب الكورة معانا خالص. بقى هنشوف الأسئلة هيحصل فيها ايه. انتوا بس اللي هتجاوبوا. الصغيرين بس اللي هيجاوبوا. اوكي يلا اسمعوا بقى. من العادات التي يجب أن نحافظ عليها: غسل اليدين قبل الأكل، قص الأظافر، غسل الأسنان. صح ولا غلط؟ صح طبعاً. إلقاء منتجات البلاستيك في البحار يفيد الكائنات البحرية. صح ولا غلط؟ صح غلط. يعني احنا ما نرمي بلاستيك هيفيد الكائنات البحريه؟ لا ده احنا بقالنا كتير بنقول ما نرميش بلاستيك في البحر علشان السمك بيتضايق ويموت. غلط. انا برمي طوب في البحر. طوب يا ابني. حرام عليك يا ابني. حرام عليك. ماشي طيب نركز. اهم خصائص الباليه: الرقص على رؤوس اصابع القدمين. صح ولا غلط؟ صح طبعا. من انواع السباحه: السباحه الحره فقط. لا. لا غلط. برافو. ماشي. جمع كلمة كريم كرماء وكرام. صح ولا غلط؟ صح. برافو يا يونس. جمع كلمة قلم مقالم أو مقالم. صح ولا غلط؟ غلط. أمال إيه؟ مين عارف؟ جمع كلمة قلم. جمع كلمة قلم. مين عارف؟ أقلام. برافو. أقلام أو قلام. برافو. طيب تعالوا نشوف البنت بقى الشاطره دي الحلوه دي اللي جاوبت صح. تعالي هنا والبنوته التانيه تيجي هنا اهو ونشوف بقى هنعمل ايه. اوريدي ستادي جو. يلا لولو. برافو. والله برافو. لا 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 لازم تلزقيها. الزقيها. برافو. برافو. لازم تلزقيها يا ليلي. برافو. برافو يا لورا. برافو. برافو يا لورا. لازم تلزقيها يا لورا. برافو يا لورا. برافو يا ليلي. برافو والله شطارة حلاوة طعامة لورا. برافو يا لورا. لورا الفريق الأصفر. برافو يا لورا. تعالي شاطرة جدا جدا. يس أخيرا أخيرا يا أستاذ مالك. شفت بقى لورا هي اللي جابتها. ما يجيبها إلا بناتها والله. طيب حلو قوي. تعالوا بقى نبتدي المرحله اللي بعدها. اختيارات وبرضو انتوا بس لو ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. اوكي يلا نتعلم من الرياضه: الصبر، التعاون، كلاهما. صح. لا احنا هنختار. الصبر، التعاون، كلاهما. الصبر. الصبر بس. التعاون. والتعاون كمان. يعني كلاهما. يعني ايه الاجابه بقى؟ ايه أنا أخد إيه؟ كلاهما. شكراً. المأكل والمشرب من الحاجات الأساسية ولا الغير أساسية؟ الأساسية. الأساسية طبعاً. أمال هنعيش إزاي يا ربي؟ ماشي. قسمت أم 18 جنيه بالتساوي على أبنائها الثلاثة. نصيب كل ابن 6 جنيه ولا 4 جنيه ولا 10 جنيه؟ 4 جنيه. متأكدة؟ 4 جنيه. متأكدة متأكدة يعني؟ متأكدة. غلط. 6 جنيه. 6. 6 طبعًا. 18 على 3. 18 divided 3 equals 6. 6. ماشي. اشترت نرمين قصتين. ثمن الواحدة 7 جنيه. ما ثمن القصص؟ واحدة بسبعة جنيه وهي جابت اتنين يبقوا 14 ولا 20 ولا 28؟ 14 طبعا يا لولو شاطرة والله العظيم. طيب ركزوا. مسلسل أطفال مصري شهير مكون من 5 أبطال: المغامرون الخمسة،
سلاحف النينجا بوجي وطمطم. انتوا حتى لو مش عارفينه فكروا كده. مسلسل اطفال مكون من 5 ابطال. يبقى سلاحف النينجا. غلط طبعا. المغامرون الخمسه. هو اسمه المغامرون الخمسه. ماشي يلا. خوخه وفلفل ونمنم كانوا شخصيات عايشه في عالم اسمه ايه؟ عالم الابطال ولا عالم سمسم ولا أليس في بلاد العجايب؟ عالم سمسم. عالم سمسم. برافو برافو برافو. شطاره حلاوه طعامه. لولو مركزه وكانت بقى ايه جايه كده شكلها مش مركز بس طلعت اكتر واحده مركزه معانا. يلا بينا بقى كلنا نشوف هنعمل ايه في التوازن. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. جينا بقى للتوازن وهنشوف مين من الاسرتين الحلوين الاكثر توازنا في هذه اللعبه. جاهزين؟ جاهزين. ايوه كده هو ده الاداء والحماس. يلا تعالي يا طلعي. يلا هنشجع ليلي ولا ايه؟ يلا. ايه ده؟ ايه ده هتقع ولا ايه ده؟ ركزي يا ليلي. لا يا ليلي ما تحطيش ايديكي على الكوره، ارفعي الكوره شويه هتقع. يا هي هتقع ايه؟ يا ايه يا ايه؟ يا الكوره هتقع؟ هتقع الكوره. وقعت الكوره. معلش يا ليلي شيلي المعلقه بسرعه. يلا يا يونس. يلا يا يونس. هنشوف يونس هيعمل ايه. يلا يا يونس. الله 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 الله. هتقع يا ابني هتقع. اقول لك على حاجه يا يونس، انت ومالك عدوا بس. عدي عدي بس يا حبيبي عدي. الله ايه ده؟ ده انا فاكراك فاكره بعمل حاجه صعبه. شاطر يا يونس. ماشي شاطر يا يونس. يلا يلا حبيبي. لا 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 لا. يونس وقع. يلا يا ماما. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. ماما هتوقع الكرة ولا ايه؟ ماما هتوقعها. ماما هتوقعها بيقول لك. مفيش أي ثقة بربع جنيه. بيقول لك ماما هتوقعها مع إن ماما ماشية عندها ثبات انفعالي عظيم. شاطرة يا ليلى. الله أكبر. مش ممكن. مش ممكن يا جماعة. يا سلام دي حطت إيه ده؟ ده موديلينج. ده كات ووك. ده كات ووك وحاطط. لا 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 لا. الله لا 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 لا. بتترعش بتترعش يا جماعه. بقها بيترعش والله. بس شاطره جدا شاطره جدا جدا. شاطره يا ماما. يلا يا بابا. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. يلا وريها بقى ان انت مش هتقع ولا الكره. هتقع ولا الكره تقع ولا ما. ايه ما انت طب نشجع بابا ولا ايه؟ بابا ده جاي لك يشجعك. لا يونس تعالى هنا تعالى هنا. لا فعلا روح هناك لحسن لو وقع. ايوه مفيش ثقه بربع جنيه. هي لسه شايفه انك هتقع بس انت هتثبت لها انك مش هتقع. والله زوج صالح. شفتي بقى يا بنتي شفتي. يا قلبي معلش تمام انا اسفه. شكرا بابا. بابا وقع على الاخر. يلا نشوف بقى الاستاذ مالك. امشي عادي. لا ما انت هتقع. ايه ما هي اللعبه كده. امشي بقى بوشك عادي. امشي خطوه عاديه يا ملوكه. خطوه عاديه يا ابني. ايوه كده برافو. برافو يا لوكا. شاطر شاطر جدا جدا جدا. قال لي هقع كده. شاطر ناصح. ارجع بقى يلا. ان شاء الله مش هتقع وهتبقى شو... ولا هتقع. هيقع 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 هيقع. برافو يا ملوكة. اطلع بسرعة. يلا يا لولو. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. يلا يا لولو. يلا يا لولو. هل عندنا لورا؟ شاطرة يا خراش يا ناس. شاطرة يا لولو. برافو يا لولو. هتقع لولو. يلا يا لولو. لا ركزي. هتقع ولا ايه؟ لا مش هتقع. يلا يا لولو. شاطرة يا لولو. هتقع ولا ايه؟ لا شاطرة 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 يا لولو. برافو يا لورا. ايوه حماس. يلا ارجعي بقى ان شاء الله ما تقعيش. ولا هتقعي زي مالك؟ لا هتقعي زي مالك. لا هتقع زي مالك. هتقع هتقع زي مالك ولا ايه؟ هتقع هتقع هتقعي زي مالك. مش هتقع مش هتقع. هتقع ولا مش هتقع؟ برافو يا لولو. برافو لورا.
عندك حق يا ابني، يلا عندنا لورا. يلا يا ماما. بالظبط، اقفي بالراحه يا ماما. ويلا يا ماما، هنوقع الكوره ولا مش هنوقع الكوره؟ شاطره يا ماما، برافو يا ماما، والله شاطره، شاطره يا ماما، يا سلام يا ماما، حلوه قوي قوي ماما. عدت الاولى، اه ووقعتها اول ما عدت. يلا يا بابا. أملهم فيك يا بابا. بابا هيقع؟ مالك مالك بابا مالك. لا انت المفروض تشجع بابا مش توقعه. بابا شكله هيقع يا جماعه، شكله كده مفيش توازن خالص. ارجع ورا يا مالك، روح هناك، ارجع ورا بسرعه، بابا شكله هيقع، شكله هيقع، بابا شكله هيقع. يا نهار ابيض على الحق، ايه ده ايه ده، ايه التركيز ده، ايه التركيز ده، مش ممكن مش ممكن يا جماعه. برافو برافو والله برافو. هنرجع بقى بثبات، ثبات انفعالي رهيب. نزل الكرة سنة، نزل الكرة سنة، لا نزلها، ايوه هتقع يعني. يلا يا بابا، يلا يا بابا، برافو. هنقع بقى واحنا راجعين، شكلنا هنقع. بس حبيبي يلا هنقع، بس حبيبي ده بابا. الله الله الله، هنقع ولا ايه؟ هنقع، مش هنقع، مش هنقع يا ابني، ما تلخبطوش، مش هنقع. ماشي، هو ابنك بقى، انت تتصرف معاه ما تنزل. برافو بابا، برافو برافو، الحمد لله بابا هو اللي عدى. طيب تعالوا بقى نشوف بابا ولورا عدوا، والناحيه الثانيه ليلى عدت بس، وماما وماما وبابا وبابا كمان، ولا بابا ايه؟ عدى بابا وقعها صح. يبقى ليلى وماما وبابا ولورا، حاجه حلوه جدا، متعادلين. يلا نخش نشوف اللي بعده هنعمل ايه في الفي ار. جينا بقى للفي ار، وهنشوف بقى الاستاذه لورا هتعمل ايه النهارده معانا. جاهزه يا لولو؟ جاهزه. يلا يا لولو، يا هاديه انت يا حلوه، دوسي بلاي، وهنشجع لورا صح؟ يلا نشجع لورا. لورا ايوه يا لورا، حركي بقى ايه هدوءك، ده مش هيفيدك في اللعبه دي. بسرعه يا لولو، بسرعه. برافو يا لولو، بسرعه يا لولو، برافو يا لولو. ايوه بقى، شاطره. ايوه بقى، بسرعه بسرعه، برافو، اطلعي فوق. ايوه بقى، شاطره جدا، بسرعه. برافو يا لولو، شاطره يا لولو، بسرعه يا لولو، شاطره يا لولو. ايوه يا لولو، حاسه خليكي مركزه في اللي قدامك، بصي على اللي قدامك يا بنتي، اللي فات مات، نصيحه في حياتك. الله، برافو يا لولو، والله شاطره، برافو، بسرعه بسرعه يا لولو. اه برافو، معلش حاسه، معلش، يلا اي، برافو، يلا برافو، شكلها شاطره جدا. و شاطره يا لولو، شاطره يا لولو، هتعملها، شكلها شكلها ان شاء الله. ايوه ايوه يا لولو، ايوه قربنا قوي يا لورا، برافو، بسرعه يا لولو، قربنا جدا. ايوه اضربي اضربي، ما يهمكيش، يلا يا لولو، ما يهمكيش يا لولو، برافو يا لولو، بسرعه، انا عندنا لورا، يلا شاطره، بسرعه يا لولو، يلا يا لولو، برافو 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 يا لورا، قوي قوي قوي. مالك عنده ثقة عمياء فيك. اه والله. يلا شاطرة يا لولو. معلش. شاطرة يا لولو. معلش يا لولو، معلش. عادي بتحصل، ايه المشكلة يعني؟ يلا هنشوف مين اللي هيلعب الناحية التانية، مين هيلعب الناحية التانية؟ رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. نفس المكان الناحية التانية، يلا. يلا يا ليلي، برافو يا ليلي، ليلي جاهزة جدا. و برافو يا ليلي. ركزي الالوان. ايوه حاسبي يا ليلي، حاسبي ما تخبطش فيكي، اوعي دي تخبط فيكي ولا دي لسه بقول لسه بقول اوعي يا ليلي تخبط فيكي، خبطت. معلش يا ليلي، معلش، تعالي ما تخافيش، ما تخافيش، ما تخافيش خالص. هنروح نسمع حدوته حلوه ونرجع نكمل مع ليلي واخوها ومع لورا وابن عمها كمان مالك، ونشوف الاسرتين هيعملوا ايه النهارده في بقيه اللعب والتحديات. اهلا بكل اصحابنا في رحلتنا السعيده وباصحابي اللي موجودين معايا النهارده، وحكايه جديده من حكايات ماما سميحه. بطل قصتنا النهارده بطل موجود في اماكن كتير، بنلاقيه في بيوت كتير، بيت الغني وبيت الفقير، بيت الغفير وبيت الامير،
بطل قصتنا النهاردة مفيش حاجة بتأثر فيه أبداً، يقدر يواجه كل الأخطار حتى لو دخل في النار. بطل قصتنا كمان شايف إن هو مهم جداً وإنه أحسن الكائنات. ليه؟ لأنه لو كان موجود في مكان وساب المكان بيفضل سايب علامة على الدوام. بطل قصتنا النهاردة قصة وحدي في الصندوق هو المسمار. المسمار يا أصحابي دايماً شايف إن هو مهم جداً، ووجوده ضروري في أي مكان، من غيره المكان مش هيبقى مكتمل، أو من غيره المكان مش هيبقى نقدر نعيش فيه بأمان. في بيت ممكن يبقى من غير مسمار؟ لا لا. في عربية ممكن تبقى من غير مسمار؟ لا لا. المسمار بطل قصتنا كان في مركب صيد لراجل طيب صياد عجوز اسمه عم مرجان. عم مرجان صياد كل يوم الصبح بيطلع يصطاد وبيسافر كتير بالمركب بتاعه في البحر. المسمار كان يبقى قاعد في مكانه ويبص على البحر كده ويقول أنا المسمار أقدر أواجه كل الأخطار. كل المسامير اللي حواليه تقول له كلنا مهمين، يقول لهم لا أنا أهم واحد فيكم عشان أنا أطول وأكبر واحد فيكم. في يوم من الأيام عم مرجان وهو خارج بالقارب بتاعه يصطاد، القارب اصطدم بصخرة كبيرة جدا جدا جدا. حصل له إيه بقى القارب بتاعه؟ اتكسر. لما اتكسر عم مرجان يبقى بقى عامل إزاي؟ زعلان ولا مبسوط ولا حيران ولا إيه؟ زعلان. عم مرجان زعل شوية بس اتعلم حاجة مهمة جدا 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 من البحر. البحر علمه حاجات كتير، علمه إنه دايماً ما يقسي، لأن البحر بيبقى يوم عالي ويوم هادي. مش إحنا بروح البحر كتير؟ يوم نلاقي البحر يقوله لا البحر النهاردة عالي، تاني يوم نلاقي البحر صافي والمية بتاعته هادية، يوم كده ويوم كده. فعارف إن الدنيا زي ما فيها حاجات كويسة ممكن نقابل حاجات مش كويسة، بس بقى الشطارة إن إحنا لما نقابل حاجة مش كويسة ما نوقفش وما نستسلمش، ونحاول تاني إن إحنا نبدأ من جديد. عشان كده عم مرجان قال مش هستسلم، المركبة دي اتكسرت هعمل مركبة جديدة. فعلا بدأ يعمل مركب جديد وأخد المسامير من المركب القديم عشان يعمل إيه؟ مركب جديد. بدأ يشتغل في المركب الجديد يوم اثنين ثلاثة، وهو بيشتغل بإصرار وبنشاط، وخلاص اكتمل المركب الجديد ولقى فيه شوية مسامير فايضة وفيه شوية خشب فايض. يعمل إيه؟ فكر عم مرجان أن يعمل صندوق من الخشب، والصندوق ده يخليه في المركب الجديد يحط فيه الحاجات اللي ممكن يحتاجها. إيه بقى الحاجات اللي ممكن يحتاجها عم مرجان؟ عم مرجان قال أنا لما بصطاد وأقعد طول النهار في البحر في آخر اليوم إيديا ما بتبقاش ريحتها حلوة، صح؟ السمك لما نمسكه وهو مثلاً يعني لسه نايم مش مطبوخ وإيدينا مش بنلاقي إيدينا كده عايزين نغسلها نحط فيها كده نعملها بالصابون. فعم مرجان حط صابونة صغيرة في الصندوق، وبعدين قال إيه؟ أيام كتير القمر ما بيطلعش والسماء بتبقى ضلمة بالذات في الشتاء، وأنا ببقى قاعد كده بردان في المركب وسقعان وعايز كده بس أي حاجة تدفيني. أخد شمعة صغيرة وحطها كمان في الصندوق عشان لما تبقى الدنيا ضلمة يعمل إيه بقى؟ ينورها يولعها. وحط معهم إيه؟ مسمار. المسمار لقى نفسه في الصندوق مع الشمعة ومع الصابونة. هم شافوه خافوا، الصابونة قالت له اوعى تقرب مني، اوعى انت لو قربت مني انا هتكسر، انت لو لمستني هتفتفت. والشمعة قالت له لا ارجوك ابعد عني خالص، لان انا لو جيت خرمتني خلاص هنتهي ومش هعرف اولع وقت طويل. المسمار يضحك ويقول لهم ايه الله انا مش عارف انا ازاي ابقى معاكم في مكان واحد، انا احسن منكم كلكم، يعني انتوا كائنات ضعيفة ملكوش اي لازمة، لكن انا المسمار انا لو لمست حد فيكم خلاص هينهار. صح اللي بيقوله المسمار ده؟ غلط. هو أحسن منهم؟ غلط. في يوم من الأيام البحر كان عالي والدنيا ضلمة والقمر ما طلعش، عم مرجان عمل إيه؟ جات الشمعة. ولع الشمعة، لقى الدنيا كده دفت ولقى فيه نور. نفس المسمار قال إيه ده؟ النور ده جاي منين؟ بص لقى الشمعة الصغيرة دي عاملة نور جامد جامد. فتح شوية عم مرجان الصندوق، مين اللي جاب سرعة على الصندوق؟ كل السمك الصغير كان عايز النور وعايز الدفى. قربوا كلهم من الصندوق وقالوا الله ايه ده احنا متدفيين وفي نور كمان يا الحمد لله. سكت المسمار وقال يا كل ده من الشمعة الصغيرة دي غريبة. تاني يوم عم مرجان
ربنا رزقه بسمك كتير كتير كتير، فطول النهار بيشتغل ويمسك السمك ويصطاد حاجات تانية ويحط 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 في المركب. آخر اليوم قال ياه لا 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 لا، ده أنا لازم أغسل إيدي مرة واثنين وثلاثة. يغسل إيديه بالمية يا عم مرجان، والصندوق بقى عامل زي الجنينة. الله، ريحة ورد جميلة وريحة زهور حلوة، كل ده جاي منين؟ من الصابونة. من الصابونة الصغيرة. المسمار قال إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، دي مش ريحة البحر، دي ريحة تانية حلوة. الريحة دي الريحة دي جاية منين؟ الصابونة واقفة بعيدة. قالت له أنا لها، أنت اللي عاملة الريحة دي كلها. قرب السمك قرب، قال الله الريحة الحلوة دي. قال لا، يعني السمك بيقرب لما الصابونة يغسل بيها إيديه عم مرجان، وبيقرب لما يولع الشمع، بس هم مش شايفين المسمار. يخبط المسمار نفسه في الخشب ويقول أنا هنا يا سمك، تعالى، أنا مش ضعيف، أنا مش هخلص زي الشمعة ولا هخلص زي الصابونة، تعالوا العبوا معايا تعالوا. السمك يجيله؟ لا. السمك يجي عنده؟ لا. أبداً. يفضل زعلان يقول إيه؟ يعني إزاي؟ يعني هما كائنات ضعيفة عني، معقولة هما يبقوا السمك بيجي عشانهم وعم مرجان فرحان وبيستعملهم وأنا لأ؟ أنا لازم أشوف حل. يقرب من الصابونة وبعدين يقول إيه؟ أنا لو بوظت الصابونة مش هشم الريحة الحلوة. يقرب من الشمعة ويقول إيه؟ ما أنا لو بوظت الشمعة والدنيا كانت ضلمة برضو هخاف من الضلمة، أنا بحب النور. يوم بعد يوم بعد يوم بدأت الصابونة يحصل لها إيه؟ تصغر تصغر تصغر. وبدأت الشمعة يحصل لها إيه؟ تصغر تصغر تصغر، بس لسه بتنور. والصابونة لسه لما بيغسل إيديه بيها عمو مرجان بيحصل لها إيه؟ بتعمل إيه؟ ريحة حلوة. بتعمل ريحة حلوة. المسمار صغر؟ لا. حصل له حاجة؟ لا. بس هو حد حاسس بيه؟ لا. الله، هم عمالين يصغروا وعمالين يقلوا بس لسه موجودين، ولسه حاسين بيهم كل السمك وعم مرجان، وأنا لسه موجود محدش حاسس بيا ولا حد شايفني ولا حد محتاجني. هو المسمار كده صح ولا غلط؟ غلط. بيفكر صح ولا غلط؟ غلط. هو احنا المهم نبقى أقوياء؟ لا. المهم ان احنا لو موجودين في مكان نسيب علامه، ايه العلامه اللي ممكن نسيبها في مكان تخلي الناس تفتكرنا؟ مثلا هديه. ان احنا نبقى كويسين بنعامل الناس كويس، ولا ان احنا بقى اقوياء وخلاص والناس تخاف مننا؟ نبقى كويسين. ايه الحاجه اللي بتفضل دايما الناس فاكرانا بيها؟ نساعد الناس، نساعدهم، نعملهم كويس، نخلي بالنا منهم. لكن لو احنا بس قاعدين ومهتمين بشكلنا وان احنا اقوياء، ده هيخلي الناس تفتكرنا لو مشينا؟ لا. يقولوا اه صحيح، ده كان طيب، ده كان امير كده في تصرفاته، ده كان دايما بيساعد الناس، ده عمره ما اذى حد. دي الحاجات اللي الناس بتقولها يا اصحابي على الانسان اللي بيسيب ذكرى حلوه عندهم. لكن الانسان اللي بيهتم بس بنفسه وبشكله وبقوته وما بيساعدش حد، عمر ما الناس هتفتكره. يوم بعد يوم تخلص الشمعه وتخلص الصابونة، وعمو مرجان يقول يا خسارة الشمعة بدأت تدوب والصابونة عمالة تصغر، والسمك يجي يخبط على الصندوق، يخبط بديله على الصندوق مستني النور ومستني الريحة الحلوة. لكن عمره ما فكر إن الصندوق ده فيه مسمار، عمره ما فكر الصندوق ده فيه حد تاني غير الصابونة وغير الشمعة. مسمار كل يوم يقول يا رب يا رب يفتكروني، يا رب يا رب حد يحتاجني. وفي النهاية المسمار راح لعم مرجان وطلع من الصندوق وقال له أنا غلطان، أرجوك استعملني، أرجوك، أنا عمري ما هفكر إن أنا أحسن من الصابونة ولا أحسن من الشمعة، هم أضعف مني بس كل الناس فاكراهم، وإنت دايماً زعلان إن هم بيخلصوا، حتى السمك حتى البحر، لكن أنا موجود بس ما حدش حاسس بيا. أنا نفسي يبقى لي وجود، أنا نفسي أعمل حاجة، حطني في مكان أحس إن أنا بشتغل وبتعب وبعمل حاجة فيه. عمو مرجان قال للمسمار حاضر. راجل تاني صاحب عمو مرجان صياد، المركب بتاعته اتخرمت وكان عايز يحط حتة خشب عشان يسد الخرم ده. المسمار قال له أنا أروح. قال له بس أنت كده هتفضل ثابت في مكانك، مش هتتحرك. قال له أنا موافق، بس على الأقل أحس إن أنا ساعدت الصياد صاحبك، عملت حاجة مفيدة. أنا طول ما كنت قاعد في الصندوق مش بشتغل وفرحان إن أنا موجود، عمري ما حسيت إن أنا موجود. فعلاً يا أصدقائي، عمو مرجان أخذ المسمار وإداه لصاحبه وقال له أنت محتاج
مسامير كتير عشان تقدر تسد الخرم اللي كان في المركب بتاعتك. خد المسمار ده. صاحبه فرحه قال له الله ده مسمار قوي قوي وطويل قوي، اهو ده اللي انا كنت بدور عليه ومحتاجه. يا سلام المسمار ساعتها حس بايه بقى؟ مبسوط. حس ان هو مبسوط، قال بجد يا سلام الحمد لله ده اللي انا كنت بتمناه. يا رب اشكرك يا رب. وصاحب عم مرجان قال له بشكرك يا عم مرجان ان انت ساعدتني واديتني المسمار القوي ده اللي هيخلي المركب بتاعتي تبقى متينه، ومهما مريت في البحر ومهما حصل من عواصف هتفضل ثابتة ومش هتتكسر تاني. المسمار كان فرحان إنه في النهاية قدر إنه يعمل حاجة مفيدة ويخلي له قيمة، وعرف في النهاية إن قيمة أي كائن أو قيمة أي حد موجود إنه يبقى مفيد للناس. والأثر اللي بنسيبه هو أهم أثر اللي في نفوس اللي حوالينا، يعني إن الناس تبقى شايفة إن إحنا عملنا حاجة كويسة معاهم يفتكرونا بيها، لكن إن إحنا ما نسيبش أي علامة كويسة عمر ما حد هيفتكر. حلوة القصة؟ حلوة. طب عايز أعرف إيه اللي عجبنا في قصة النهاردة؟ المسمار اتعلم اللي هو يحترم الآخر وما يزعقش لحد أو كده علشان يكون ليه وجود. حلو جداً جداً، أنا مبسوطة خالص منكم. فعلاً ده اللي كنا عايزين نقوله، إن أي كائن عشان يبقى موجود وعشان نحس بوجوده لازم يكون مفيد ولازم يكون بيحس بالآخرين ومش شايف نفسه هو المهم والباقيين مش مهمين. أصحابي دي كانت النهاردة قصتنا وحدي في الصندوق اللي تعرفنا فيها على المسمار واللي كانوا معاه في الصندوق الصابونة والشمعة، وعرفنا كمان عمو مرجان الصياد، وتعرفنا على البحر وعلى الأسماك. وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماح. جينا بقى لمعاد ألعاب الترابيزة بتاعتنا، ومعانا بقى الأستاذة ليلي والأستاذة لورا. هنشوف مين فيهم اللي هتدخل الكوبايه الاول عند الثانيه. جاهزين يا بنات؟ جاهزين. طب يلا على طول، ريدي ستيدي جو. الله الله، برافو. بصي بعدي كده هتلاقي الهواء بيعمل اكتر. برافو، انفخي يا ليل. برافو، انفخي اكتر انت. لا 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 لا، سيبي، بصي سيبي الهواء لما يعني سيبي الهواء من ايديكي. يلا احنا كل ده بننفخ واحده. يا نهار ابيض، يلا مش راضي، ما مش راضي اتحرك عشان تعمليها غلط، ما تحركيش حاجه. يلا احبسي الهواء. ايوه يا بنتي شيلي صباعك ده وانتي بتشيلي الهواء. يلا، وعندك فتحه من هنا وفتحه من هنا برضو نفس الحته. يلا ايوه كده، شاطره. سيبي ايديكي، انتي ماسكه الهواء بايديكي فمش بيطلع. يلا بسرعه. ايوه شاطر. ليلي ابتدت تفهم التكنيك، بس عايزه تنفخ هوا جامد. ايوه شاطره. يا بنتي الهوا بيروح بسرعه. يلا ها سيبي بقى شيلي شوي. ايوه شفتي شفتي لما شلتي صباعك حصل ايه؟ يلا فهمتي؟ يلا شيلي بقى صباعك انت كمان. انت انت طول ما انت ماسكه الهوا من هنا. يلا يلا انفخ انفخوا يا بنات. برافو، عرفتي وفهمتي يا لولو. يلا لا كده الهواء بيروح بدري. انفخي يا بنتي، انت ما فيكيش صحه ليه كده؟ شاطره، تعالي من هنا. ها ننفخ بقى. ها انفخ املي اكتر بقى. ايوه يلا ايوه سيبي بقى الهواء. خدي دي خدي دي، وقعت على الارض. خدي دي يلا. يا سلام يا متأنيه، يلا هيودينا فين الهواء ده كله؟ تعالي من هنا يلا. ها بعيده قوي بس ماشي صح، بس بعيده قوي. يلا من هنا. ها سيبي صباعك، سيبي صباعك، انت ما تسيبيش صباعك. ها يلا يا ليلي يلا. محتاجين توجهوا الهواء عند الكوبايه عشان تتحرك. روحي لها من هناك، وجهي الهواء عند الكوبايه وسيبي صباعك يا بنتي. سيبي صباعك. والله سبق. والله سبق. تقولي ايه؟ ايوه ايوه برافو، الحمد لله دخلنا في البلوك الثالث. سيبيها انا احطها. يلا لورا بقت في البلوك الثالثه وانت لسه بتحاولي تطلعي من الاولى. ايه انفخي. يلا برافو يا لولو.
يلا يا لورا. ايوه كده يا لورا بقى دخلت في الثالثه شكلها لورا. تعالي من هنا، تعالي من هنا بسرعه. لسه انت جوه وهي قربت تخلص. هتزقها ولا مين هيزق مين؟ مين هيزق مين؟ ايوه برافو يا لولو. لورا ماشي. مالها البالونه دي؟ تفتكري مشكله في البالونه؟ ايوه توريكي انها مش في البالونه. يلا ايوه يا لولو كملي انت ما تضحكيش. يلا ايوه كده والله العظيم لورا بقت شاطره، عرفت التكنيك. جربي خدي بالونه تاني. يلا روحي الناحيه التانيه، جربي الناحيه التانيه. يلا لورا هتطلع الكوبايه وانت لسه ما طلعتيش من البلوك بتاعتك. الله فاضل حته، بسرعه بسرعه فاضل حته صغننه قوي. يلا يلا يا لولو. يلا يا لولو يا بنتي كل ده وقت ليكي. يلا يلا يلا. ها هي لورا الفريق الاصفر هي اللي كسب وطلعت اخيرا الكوبايه. مش مشكله طبعا عندنا لعب تانية هنشوف هنعمل فيها ايه. جينا لتاني لعبة الترابيزة وهنشوف الأستاذ يونس والأستاذ مالك مين اللي هيكسب في اللعبة الشاطرة الحلوة السهلة دي. عارفين هنعمل إيه؟ عايزين نخلي الكوباية الزرقاء دي فوق بس كوباية كوباية. أول ما أقول ريدي ستدي جو هتبتدوا كوباية كوباية. اللي هيعمل أكتر من كوباية هنرجع من أول وجديد. لو كنا عملت أكتر من كوباية كنا هنشيل وطلعنا. هنطلع هنبتدي من أول بقى. يلا ريدي ستدي جو. برافو كوباية كوباية. شطارة حلاوة طعامة تركيز لذاذة. برافو يا يونس والله ايه الشطارة دي يا خلابي على الضحكة. برافو يا ملوكة يا خراشي على البصة. ايوه ايوه برافو برافو يونس ومالك مركزين جدا. ايوه كوباية. برافو يا يونس. لا ايوه يا مالك. برافو. مين هيخلص الأول؟ أنا مش عارفة. واحدة يا مالك. أيوة برافو يا يونس. برافو يا مالك. الله الله الله. معلش معلش إحنا وصلين لحتة شبه بعض قوي. بس يونس قدامه كوبايتين. كوبايتين يا مالك ركز. يونس خلص بسرعة. برافو يونس. الفريق الأحمر هو اللي كسب في اللعبة دي. جبت أيوة شفت جبت بقى إيه طاروختك. برافو يا ملوكي برافو. يلا نشوف إيه تالت لعبة عندنا على نفس الترابيزة. جينا لتالت لعبة الترابيزة وهنشوف بقى مين من البنتين اللي هتعرف ما توقعش الكورة وتوصلها لحد عندها. جاهزين يا بنات؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. بالراحة بقى علشان ايه السرعة مش مفيدة في اللعبة دي خالص. يا ليلي لورا متأنية ومركزة. ايه التركيز ده يا لورا؟ بجد ايه التركيز ده؟ بالراحة يا ليلي لما تتحرك قوي كده هديها هتقع. لورا وقعت الكورة وليلي كسبت. بس هنشوف ايه هتقعد مكملة لحد امتى؟ كنوع من انواع الفضول. برافو والله برافو برافو. ده عكس كل التوقعات اللي بيحصل ده. انت ماشيه بسرعه انت وانا قلت هتقعي الاول بس انت اللي كسبتي ولسه مكمله. بس لورا بصلك ازاي؟ برافو مركزه معاك. ايوه شاطره. ايه يا ليلي الشطاره دي؟ بالراحه. ايه الحلاوه دي؟ والنبي جميله بتشجعك برضو يعني هي خسرت بس ايه؟ مركزه معاكي. لا مش ممكن انت اشطر بنت لعبه اللعبه دي. ايه ده ايه ده ايه الحلاوه دي؟ برافو 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 برافو. سقفلها سقفلها يا لولو. ليلي هي اللي كسبت كده. الفريق الاحمر هو اللي كسب. احنا لسه مكملين معاكم 2-1 لصالح الفريق الاحمر وعندنا اخر لعبه هنشوف هنعمل فيها ايه على نفس الترابيزه. جينا لاخر لعبه الترابيزه وهنشوف مين من الفريقين الحلوين اللي معانا هو اللي هيكون البازل بسرعه اكتر. انتوا جاهزين؟ جاهزين. متعاونين؟ متعاونين. انتوا قلتوا من اول الحلقه انتوا بتلعبوا ليجو بازل مع بعض وكل حاجه مع بعض صح؟ وانتوا كمان؟ انا عندي منها. عندك منها هي نفس الشكل؟ لا انا عندي كتير بازل أصعب. يعني اوكي اصعب اكتر بيسز اكتر. طيب احنا مسهلين عليكم شويه. قبل كده جينا بازل بس كان اصغر من كده بس كان اصعب كتير. بس دي مش صعبه لان احنا مسهلين عليكم. احنا اوريدي شايلين بيسز وهي شبه مكتمله
فكل واحد معاه 12 قطعة هنشوف مين فيكو الأسرع اللي هي أنا لسه ما قلتش ريدي ستيدي جو الأسرع اللي هي كون البازل الأول. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو مع بعض بقى. تعاون بقى تعاون بقى مع بعضين تعاون بقى مع بعضينا بقى. دي مش هنا دي مش هنا. يا ليلي يا ليلي يا ربي يا ربي. برافو. مع بعض مع بعض. انت صح. دي هتحطها فين؟ دي مش تقريبا يعني. انت صح. دي هتحط فين مش انت بتساليني ليه؟ ايوه قدامك الشكل. طب ما تساعدي اخوكي في اللي هو بيحاول يحطها دي عشان هو صح. ممكن بالعكس مثلا. مثلا انتوا قربتوا تخلصوا اصلا. يا لهوي هم قربوا يخلصوا اصلا. مش ولا ايه؟ يا لا لا مش موجود اصلا. برافو الفريق الاصفر هو اللي كسب اسرع لاش. برافو 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 برافو. تعاون وروح تعاون مش طبيعيه. انتوا لسه هنا مكملين. تعالوا انتوا رايحين فين؟ لسه ما خلصناش. تعالوا انتوا عايزين تمشي ولا ايه؟ احنا لسه عندنا جزء ثاني وعندنا العاب ثانيه وحواديت ثانيه وحاجات ثانيه كتير جدا جدا جدا. لكن خلصنا النهارده لعبنا ومكملين بكره العاب ثانيه. انتوا اتبسطتوا النهارده؟ اتبسطتوا جدا جدا. طب يلا قولهم بقى باي باي.